أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إني بما تعملون عليم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ربهم مشفقون والذين هم ربهم يؤمنون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العظيم.